النقاش في كل ما يتعلق بالأموال الليبية المجمدة والمؤسسة الليبية للاستثمار. البداية معك سيد لؤي، مساء الخير وأهلا ومرحبا بك. مساء الخير أخي العزيز، ومساء الخير على ضيوفك الأكارم وعلى كل مشاهدي قناة ليبيا الوطن. سيد لؤي، بداية لو تطلعنا حول الخلفية التاريخية للحراسات القضائية على بعض الأموال للمؤسسة في لندن. طبعا إن بداية القضية في الأصل كانت النزاع بين السيد عبد المجيد بريش وبين السيد حسن بوهادي على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار. عندما أرادت المؤسسة رفع مطالبات قضائية ضد بنكي سوستي جنرال وجولدمان ساكس في قضايا رشاوى وصفقات فساد تم جر المؤسسة إليها وقعت خلال السنوات السابقة. فيما بعد أخي العزيز، تم الاتفاق فيما بعد على وضع حراسات قضائية تنوب عن المؤسسة الليبية للاستثمار، يكون فيها طبعا السادة عبد المجيد بريش وكذلك السيد حسن بوهادي أعضاء في هذه القضية. قامت الحراسة القضائية بالتوسع في جلب قضايا أخرى ضد صفقات فساد محتملة حدثت خلال سنوات سابقة تم استنتاجها من التحقيق في قضيتي بنكي جنرال وجولدمان ساكس كذلك. طيب، بخصوص أيضا مصدر تلك الأموال التي يديرها الحرس القضائي، ما هي مصادر هذه الأموال؟ المؤسسة الليبية للاستثمار كما هو معلوم خسرت القضية ضد جولدمان ساكس. طبعا احنا الآن أخي العزيز لسنا في ذكر الأسباب لكثر تفاصيلها وتشعبها، ولكن المؤسسة الليبية للاستثمار ربحت القضية ضد البنك الفرنسي سوستي جنرال وحصلت على مبلغ أكثر من 1,300,000 جنيه استرليني. هذه هي الأصول التي هي تحت يد الحرس القضائي. طبعا أخي العزيز، الجدير بالذكر أن القضية كانت واضحة منذ البداية لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، وكان بالإمكان لأي محامين تحت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مباشرة ربحها دون الحاجة إلى دعم الحرس القضائي، ولكن كما أسلفنا وجود الحرس القضائي كان مرتبط بالنزاع على تمثيل وقيادة المؤسسة الليبية للاستثمار أمام القضاء الإنجليزي. طيب، بعد انتهاء دعوتي المؤسسة ضد بنكي جولدمان ساكس وسوستي جنرال، مدى يعمل الحرس القضائي الآن؟ مدى يعمل الحرس القضائي؟ طبعا بعد الانتهاء من قضيتي جولدمان ساكس وبنك جنرال، قام الحرس القضائي بالتوسع وجلب قضايا اخرى بلغت اخي العزيز حقيقه 7 قضايا. تم استنتاجها من مستندات ووثائق التحقيق في القضيتين السابقتين. بعد تعيين الدكتور علي محمود على راس المؤسسه الليبيه للاستثمار، اصبح عضوا في الحراسات القضائيه الى جانب العضوين الاخرين. طبعا يرى الكثير من المحللين والخبراء القانونيين ان الحراس القضائيين المتمثلين في شركه بي دي او للمحاسبه في لندن قد توسعوا كثيرا عن هدفهم الاساسي عندما قاموا بجلب اكثر. هذه هي الحقيقه. ماذا يعني استمرار الحرس القضائي؟ ماذا يعني استمرار الحرس القضائي؟ يعني سيستمر النزاع على تمثيل المؤسسة. يعني استمر الحرس القضائي المتمثل في شركة للأسف بي دي او المحاسبية في جلب وتمثيل المؤسسة في 7 قضايا أخرى تم استنتاجها من أوراق المستندات أثناء التحقيق أخي الكريم في قضيتي جولدمان ساكس وجنرال. يرى كثير من المحللين والخبراء القانونيين إن استراتيجية الحرس القضائي حقيقة في التعامل مع قضايا المؤسسة لا تصب بالضرورة في المصلحة الأوسع للمؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك للأسباب التالية. واحد، أن الحرس القضائي يعني يفضل الانجرار للتقاضي والمحاكم بدلا من عقد التسويات وحفظ كيان وسمعة المؤسسة الليبية للاستثمار كصندوق استثماري سيادي. ثانيا، إن الحرس القضائي قد كبد المؤسسة الليبية للاستثمار، وهذه حقيقة بالأوراق، لحد الآن أكثر من 150 مليون دولار على شكل رسوم حرس القضائي وأتعاب محاماة في الدعوة القضائية. هذا ما يحصل من أضرار من وراء الحرس القضائي أخي الكريم. نعم.
طيب الآن سيد لؤي، ما هو موقف حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي من استمرار الحراسات القضائية؟ طبعا يرى المجلس الرئاسي ومجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار أنه يجب وبأسرع وقت ممكن رفع وإنهاء هذه الحراسات القضائية، لأنها حقيقة أصبحت غير مبررة وأصبحت تكبد المؤسسة مبالغ باهظة، وأنه نظرا للاعتراف الدولي بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي فإنه يجب أن يؤول أمر هذه الأصول إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار المعين بالقرار رقم 1 لسنة 2017، حيث يرى المجلس الرئاسي أنه لا يجب أن يكون هناك نزاع على تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في بريطانيا في ظل اعتراف الحكومة البريطانية بحكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية شرعية وحيدة في ليبيا. نعم. الآن سيد لؤي، ربما أيضا ما يتبع هذا السؤال، هل هذا ما تم فيه أو هذا الحكم أو ما تم فيه الحكم فعلا في 14 فبراير 2019 في المحكمة التجارية العليا في لندن؟ سيد لم لؤي، أسمع السؤال، سامحني يا أخي نعم العزيز. سيد لؤي، السؤال ما هو موقف حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي من استمرار الحراسات القضائية، وأيضا وهل هذا ما تم فيه الحكم فعلا في 14 فبراير 2019 في المحكمة التجارية العليا في لندن؟ بالطبع أخي صالح، منذ تعيينه على رأس المؤسسة الليبية للاستثمار يسعى الدكتور محمود رئيس مجلس الإدارة بدعم رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج إلى رفع الحراسات القضائية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في لندن، حيث نعم تقدم في شهر أغسطس من عام 2018 بطلب إلى المحكمة إلى الإعلان بأنه هو الرئيس الشرعي الوحيد للمؤسسة لتمثيلها في إنجلترا. ثانيا، المطالبة بإنهاء ورفع الحراسات القضائية، وقد تضمن الطلب الدعوة للرئيس السابق أيضا إلى الاعتراف برئاسة الدكتور علي محمود لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار في إنجلترا دون الحاجة إلى المزيد من الإجراءات القضائية أو الإجراءات القانونية، إلا أنه للأسف الشديد كما هو متوقع رفض نعم الانصياع لذلك، وكان لازما الاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يحكم القضاء الإنجليزي في طلب الدكتور علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار. طيب، ما تم إنجازه في هذه القضية أمام القضاء الإنجليزي؟ ما هو الذي تم إنجازه؟ طبعا أخي صالح، كان هناك سؤالين مهمين أمام المحكمة الإنجليزية للإجابة عليهما نعم حتى يتم الفصل في هذه الطلبات. الأول، من هي الحكومة الشرعية الليبية التي لها الحق في تعيين قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار؟ هذا كان سؤال القاضي الأول. السؤال نعم الثاني، من هو الرئيس الحالي الشرعي وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2010 الخاص بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار كما هو معلوم لوسائل الإعلام؟ طبعا كما هو معلوم لوسائل الإعلام إنه في جلسة 14 من شهر على ما أعتقد شهر فبراير الماضي، نعم حكم القاضي الإنجليزي إن الحكومة التي لها الحق في تعيين مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار هي حكومة الوفاق الوطني، وذلك وفقا لمبدأ الصوت الواحد في القانون الإنجليزي، نعم والذي يقضي بأن على المحاكم الإنجليزية أن تعترف بالحكومة الأجنبية التي تعترف بها حكومة صاحبة الجلالة. طيب، سؤالي الأخير لك وربما ما أختم به حديثي حتى أتوجه لبقية ضيوف الكرام، ماذا يعني هذا الحكم بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار؟ سؤالك مهم طبعا أخي العزيز. كما ترون، هذا حكم جزئي بخصوص السؤال الأول المطروح أمام المحكمة، إلا نعم أنه يعتبر الخطوة الأهم لحل قضية الشرعية في لندن، لأنه يجعل الطريق ضيقا أمام الأطراف الغير معينين من قبل حكومة الوفاق الوطني، وتم استبدالهما بأشخاص آخرين ولا يتبعان لأي حكومة
أو سلطة، وإنما بعض الأشخاص يعني قائمين بذاتهم فقط ولا يعبرون أو ولا يمثلون أي مؤسسة أو شرعية. نعم طبعا بالإضافة إلى عدم وجود اعتراف دولي، وليس لهم من شؤون المؤسسة شيئا، وبالتالي يتوقع أن يتم حسم القضية في الجلسة القادمة لمصلحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود، نعم وإنهاء الجدل نهائيا في إنجلترا حول تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار ورفع الحراسات القضائية على كل أصولها. طيب، السيد لوي الجري ومسؤول العلاقات الدولية والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، سابقا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات التي شكرا شكرا أخي تفضلت الكريم، شكرا. بها.